بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أتحدث عن Excel Automation and how to open an Excel worksheet in Python. كيف نجري عملية أتمتة على ملفات الإكسل وفتح بيانات الإكسل worksheet في البايثون. نفرض أن لدي هذا الملف، اسم هذا الملف simple.xlsx، وبيحتوي على ثلاث أوراق عمل كما هو موضح. عند ورقة العمل الأولى اسمها شيت 1 تحتوي على هذه البيانات، ورقة العمل الثانية واسمها شيت 2 وتحتوي على هذه البيانات، وورقة العمل الثالثة واسمها شيت 3 تحتوي على هذه البيانات. أنا أرغب في الحصول على هذه البيانات من داخل البايثون لكي أستخدمها في أغراض خاصة بالأوتوميشن وأغراض خاصة بالداتا أناليسيس بتحليل البيانات. لنرى كيف نجري ذلك في البايثون. أولا بفتح هنا المجلد الخاص بمشروع البايثون لكي نسهل عملية استدعاء الملف، فبجد هنا ده الباس الخاص بالمشروع اللي أنا شغال عليه حاليا أو فتحه في البايثون، فبضغط هنا كليك يمين ومن خلال القائمة المختصرة اللي بتظهر لي اختار Open In واختار Explorer مستكشف، بيفتح لي هنا المسار الخاص بالمشروع اللي أنا شغال عليه. بجد هنا اسم المشروع اسمه Python Project، بفتح Python Project بجد هنا Python Project يوجد به Two Directories فهرسين، والملف اللي أنا شغال عليه حاليا ملف البايثون اللي أنا هكتب فيه الكود. أرغب في نسخ الملف الخاص بالإكسل داخل المجلد الحالي للمشروع وهو البايثون بروجكت. طبعا الملف موجود هنا عندي على سطح المكتب أو في أي مكان على الكمبيوتر، فبضغط هنا كليك يمين وأختار كوبي، فانسخ اسم الملف من مكانه الحالي وأضعه داخل المجلد الحالي للمشروع اللي أنا شغال عليه حاليا، وأضغط كليك يمين وأختار بيست لاصق، بيضع لي هنا الملف، والملف هنا اسمه simple.xlsx بيضعه داخل المشروع. بجد هنا ان البايثون بروجكت البروجكت الحالي لم يظهر هنا في البيئة الخاصة بالبايثون، بقفل السهم ده وافتحه تاني بيظهر هنا اسم الملف اللي أنا وضعته. بالطريقة دي الملف أصبح موجود داخل فهرس المشروع ويمكن استخدامه بطريقة مباشرة لكي يسهل عملية كتابة الأكواد. أما لو حبيت تستخدمه من مكانه الأصلي في الفهرس الخاص الأصلي تضغط كليك يمين وبتختار هنا Properties وبتختار هنا الفهرس ده اللي هو مكتوب عندك هنا، فبتعمل كليك يمين وبتختار Copy نسخ وبتستخدمه من هنا داخل كود المشروع. لكن هنا هستخدمه استخدام مباشر، هستدعي اسم الملف بدون كتابة المسار. لكي نستخدم الأكواد فهنا هنستخدم مكتبة اسمها Pandas، ولكي استخدم مكتبة الباندز يجب تثبيتها الأول على السيستم، فبتفتح نافذة التيرمينال وبتكتب الكود التالي، بتكتب هنا pip install pandas وبتضغط مفتاح لدخل انتر. طبعا السيستم يجب ان هو connected to the internet، اداني رسالة requirement already satisfied اي ان هذا المطلوب تم تثبيته في جلسة عمل سابقة. نقفل نافذة التيرمينال ونبدأ هنا في استيراد مكتبة pandas، فبنكتب هنا الامر import وبعدين بنكتب هنا pandas ونعطيها alias name اسم هنا بديل، فبنكتب هنا as pd بدل ما استخدم كلمة pandas فبختصرها bd كalias name. نفتح متغير اسمه file يساوي ونفتح single quotes هنا ونكتب هنا اسم الملف اللي انا عايز استدعيه. اسم الملف هنا اسمه ايه؟ اسمه simple.xlsx، فبكتب هنا سيمبل، مجرد تكتب الحرف الاول فبيظهر لك اسم الملف لانه هو داخل المشروع حاليا. بعدها افتح متغير جديد اسمه داتا يساوي، بعد ما اكتب داتا فبكتب الاسم البديل هنا بي دي واضغط دوت واستخدم هنا ريد اكسل الفانكشن دي في ان انا افتح ملف الاكسل اللي انا فتحته في المتغير فايل، وبكتب هنا فايل. بعدها بذهب للسطر اللي بعده بكتب هنا df يعني معناها data frame، ده متغير جديد
هستدعي بيه الداتا فريم اللي انا عايزها، طارق البيانات اللي انا عايزها من داخل ملف الاكسل، وبكتب يساوي، وبكتب هنا الالياس نيم بي دي دوت، واكتب هنا داتا فريم، ونفتح هنا براكتس ونكتب الداتا فريم هنا، استدعي الداتا المتغير اللي انا فتحته قبل كده اللي هو موجود بداخله اسم الملف والمسار، سطر جديد، واكتب هنا برينت، اطبع عليها داتا فريم الدي اف، واضغط ران. هنا فتح لي البيانات الخاصه بالملف sample.xlsx. طبعا هو فتح لي افتراضيا الشيت الاول، الورك شيت الاولى. بنفتح هنا ملف الاكسل الاصلي، بجد هنا ده الشيت 1، فتحه بتلقائيه واحضر لي البيانات. نلاحظ ان دايما اول سطر في الاكسل دايما بنسميه الهيدرز، اي رؤوس الاعمده. اما الداتا بتبدا من هنا من السطر رقم 2، فيعتبر هنا صف اول، وهذا هو الصف الثاني من البيانات، وده الصف الثالث من البيانات، وهذا الصف الرابع، وهكذا. يعني صفوف البيانات بتبدا من هنا. اما دي اسمها الهيترز اللي هي العناوين او رؤوس الاعمده. السطر رقم 1 من البيانات دايما بياخد الاندكس بتاعه 0 في البايثون، السطر رقم 2 بياخد الاندكس بتاعه 1، السطر رقم 3 بياخد الاندكس بتاعه 2، اما السطر رقم 4 بياخد الاندكس 3. يعني الاندكس اللي بنعرفه هنا في البايثون عباره عن ترتيب الصف، لكن بنطرح منه 1، دايما اعرف. لنفرض ان انا عايز احضر بيانات الشيت رقم 2، هذه البيانات، او احضر بيانات الشيت رقم 3، بضطر هنا الجأ للسطر رقم 3، واجي هنا اضع كوما واكتب هنا معامل جديد، بارامتر جديد اسمه شيت نيم، فاكتب هنا كوما وبعدين اكتب هنا شيت اندرسكور نيم، فانا هستدعيه هنا بالاندكس شيت نيم 0. شيت نيم 0 يعني الشيت 1. نضغط ران، استدعى لي الشيت الاول. اما لو حبيت استدعي الشيت الثاني فبكتب 1. قلنا دايما ترتيب، عندنا دايما الاندكس الفيرس عباره عن الترتيب، نطرح منه 1. يعني لو عايزين نفتح الشيت 1 بنكتب هنا شيت نيم 0، لو عايز استدعي الشيت رقم 2 بكتب هنا شيت نيم 1، لو عايز تستدعي الشيت رقم 3 بتكتب هنا شيت نيم 2. طبعا انا كتبت هنا شيت نيم 1، معناها هفتح شيت 2. لا يختلط الفهم او لا يحدث سوء فهم، دايما الاندكس عندنا عباره عن الترتيب، اطرح منه دايما 1. يعني شيت 1 الاندكس 0، شيت 2 الاندكس الخاص به 1، شيت 3 الاندكس الخاص به 2. اضغط هنا ران، جلب لي بيانات الشيت رقم 2. لو عايز بيانات الشيت رقم 3 فبكتب هنا الاندكس الخاص به 2. نضغط ران، احضر لي بيانات الشيت رقم 3. لكن الافتراضي لو انا لم اكتب شيت نيم هنا، فهو بطبيعه الحال بيفتح لي على الشيت الاول الاندكس الخاص به. ممكن استدعيها هنا كسترينج، يعني بكتب هنا سنجل كودز وبكتب هنا مثلا شيت 1. بالطريقه دي انا لا استدعي اسم الشيت بالفهرس الخاص به اللي هو 0 1 و2 هكذا، ولكن بستدعيه باسمه الاصلي المكتوب هنا، واضغط ران، كده احضر لي بيانات الشيت رقم 1. لو عايز الشيت رقم 2 ايضا ممكن استدعيه باسمه مباشر كسترينج، اضغط ران، فتح لي بيانات الشيت رقم 2. لو عايز بيانات الشيت رقم 3 احذف 2 واكتب مكانها 3، واضغط ران. بالطريقه دي احضر لي بيانات الشيت رقم 3. نعود مره اخرى للشيت رقم 1. الشيت رقم 1 وهذه هي بياناته. لتسهيل عمليه الشرح قلنا ده الصف الاول، ده الصف الثاني، ده الصف الثالث، ده الصف الرابع. لنفرض ان انا عايز جميع الصفوف، بنتركها كما هي وبنكتب شيت 1 ونضغط ران. هنا استدعى بيانات الشيت 1 واستدعى ليا هنا الاربع صفوف كما هو واضح. نفرض ان انا عايز الصف الاول فقط من البيانات، فبنكتب هنا df dot lock location و square brackets ونضغط هنا 0، نضغط ران،
كده احضر لي بيانات الصف الاول فقط. لو عايز الصف الثاني فبدل 0 بنكتب هنا 1. احضر لي بيانات الصف الثاني. لو عايز الصف الثالث بنكتب هنا 2. دي بيانات الصف الثالث. لو عايز بيانات من الصف الاول حتى الصف الثاني فبنكتب هنا 0 وبعدين هنا ونكتب هنا 2. بالطريقه دي هحضر بيانات من الصف الاول حتى الصف الثالث، يعني البيانات دي اللي خاصه بالديسك الكمبيوتر والتابلت والبرينتر. نرى نضغط ران. كده احضر لي بيانات ثلاث صفوف فقط، من عند الصف رقم 1 حتى الصف رقم 3. طبعا الصف رقم 1 الاندكس الخاص به 0، والصف رقم 3 الاندكس الخاص به قلنا 2. دايما الاندكس عبارة عن الترتيب، الصفوف بنطرح منها 1. اعود تاني مرة اخرى، بنمسح هنا اللوكيشن ونكتفي بالدي اف، يعني اطبع لي جميع الصفوف. بالطريقة دي بيطبع لي كل الصفوف اللي انا عايزها لو انا حذفت المعامل دوت لوك اللي هو اللوكيشن. لو انا عايز مثلا، لو الاحظ هنا عندي في الشيت الاول عمودين من الاعمدة، البرودكت والبرايس. نفرض ان انا عايز استدعي بيانات البرودكت فقط، انا عايز البرودكت فقط. اجي هنا بعد داتا واخد هنا كوما واضع بارامتر جديد، اخد كوما هنا واكتب هنا كولامز. هنا الكولامز الاعمدة، طبعا الكولامز هنا عبارة عن ليست قائمة، فبفتح سكوير براكتس واضع سنجل كودز هنا واكتب اسم العمود الاول مثلا هنا برودكت. طبعا ده العمود الاول وانا لست في حاجة الى العمود الثاني، فاضغط رن بيطبع لي العمود الاول. لو انا عايز العمود الثاني فبكتب هنا مثلا برايس اسم العمود الثاني او الهيدر الخاص بالعمود الثاني. نضغط رن. كده احضر لي بيانات العمود الثاني. لو انا عايز العمود الاول والعمود الثاني فبكتب هنا اسم العمود الاول برودكت، وبعدين اخد كوما كاليستا واكتب اسم العمود الثاني برايس. نضغط رن. بالطريقة دي احضر لي بيانات العمود الاول والعمود الثاني. ده لو حبيت ان انا احضر اعمدة محددة بالاسم. لكن لو حذفت هنا كولامز وهنا الكوما حذفتها وضغطت هنا رن بيستدعي لي جميع الاعمدة بتلقائية. الافتراضيا ان هو بيستدعي جميع الاعمدة. لو حبيت ان انا احول الشيت 1 ده الى ملف سي اس في، فبنيجي هنا لدي اف اللي هي داتا فريم ونضغط دوت وبنكتب هنا 2 سي اس في، ونفتح هنا براكتس ونكتب هنا بين سنجل كوتس، نفتح نضغط هنا سنجل كوتس ونكتب هنا اسم الملف الجديد. فمثلا بكتب هنا ماي داتا. بالطريقه دي هيحول الملف شيت 1 الى ملف سي اس في. نضغط ران. نذهب للمجلد، بنجد هنا الملف سي اس في، بفتحه مثلا عن طريق المفكره، فاستخدم هنا اوبن ويز افتحه بي، ونختار مثلا هنا نوت بيد المفكره. اوكي، بجد هنا الملف سي اس في، حوله هنا ملف سي اس في. ممكن ان انا ارفعه على قاعده البيانات او استخدمه في اغراض خاصه بالبيانات، او ممكن اضغط على بروجكت هنا الاقي ماي داتا هنا اللي هو الملف سي اس في، اضغط عليه دبل كليك اجد هنا ماي داتا اللي هو ملف سي اس في. ده بالنسبه لفتح ملف الاكسل داخل البايثون. دي يعتبر الحلقه الاولى او الجزء الاول فقط. ان شاء الله في الحلقات القادمه هنعرف ازاي نجري مزيد من عمليات الاوتوميشن على ملفات الاكسل ان شاء الله. ان شاء الله ساضع لك رابط هذا الكود في اسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.